GFX Academy. أي برنامج جرافيك بيعتمد على حاجتين: اللايرز اللي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت أو الشابتر اللي فات، وحاجة اسمها اللايبراري. اللايبراري دي من هنا دي علامتها، ولو ما كانتش موجودة من عندك بجيبها من قائمة ويندو من فوق وأقول له لايبراري. الاختصار بتاعها أو شورت كات بتاعها كنترول ال أو كوماند ال لو أنت شغال على الأبل. ظهر لك بره. بالشكل ده انت بتسحبها وخليها هنا مثلا، تضغط عليها اكسباند بالطريقه دي. عندك هنا حاجات كتير، عندك اوبجكتات كتير هنا السكرول ده بشوفها، وعندك حاجة كده، وعندك دي، وعندك دي، وعندك العدد الايتمز اللي جوه هنا بيجي لك هنا، وعندك السيرش لو انت مش قادر تلاقي حاجة بتسرش عليها وبيجيبها لك على طول. لو انت عندك شغال مثلا اكتر الحاجات الكتير قوي بتبقى موجودة في الكرتون او الويب سايتات. تعال بقى نشوف ايه الموضوع ده. اولا ده حاجة اسمها موفي، وده صورة، يعني علامة الموف والصورة، وهنتكلم عليها بالتفصيل. ما ينفعش ما تسميش الحاجة. يعني شايف أنا دلوقتي عشان أوصل للبق بتاعه مثلا ممكن أفضل 10 دقايق على بال ما أوصل. أوكي، ده أقلب 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 لغاية لما أوصل للشكل بتاعه. ده حاجة غلط في المشروع. عشان أقدر أدير المكتبة بتاعتي بطريقة منظمة وجميلة، في حاجة من هنا اسمها ايه؟ بعد ما عرفت المحتويات دي وازاي اتنقل بينهم، طبعا بنفس الطريقة ممكن اختار، بضغط على اي واحد فيهم بختاره بيتعرض لي هنا في الشاشة الصغيرة دي، وممكن كمان بالكنترول ابدأ اضغط على اللي انا عايزه، يبقى انا بختار كذا واحد بالشكل ده، او ممكن بالشيفت لو ضغطت على اول واحد واخر واحد بيختار لي كل اللي بينهم. عندي الادوات اللي تحت دي هي بقى اللي تهمني. خليني بقى قبل ما اخش على الادوات، لو ضغطت دبل كليك من هنا بيدخلك جوه السيمبل نفسه. اوكي، عايز السيمبل فيه حاجه عشان تبقى بقى اهو ده مثلا، دبل كليك بيدخلني جوه السيمبل. بعت الصوره، المفروض ان انا جوه باس اللي هو 13 سيمبل ده او الموفي ده. تعالى جوه هنا لو ضغط دبل كليك ببقى جوه ايه؟ الباس 14. جميل. طب لو جيت ضغطت على الشاشه هنا دبل كليك برضو يدخلني جواه. طيب عندي كمان من هنا بقول له نيو سيمبل، لو انت عايز تعمل سيمبل جديد، وانا مش هشرحها الحته دي الا لما اخش على الموفي والتعامل مع الموفي كليب. خليني دي دلوقتي انا بس يهمني النيو فولدر والبروبرتيز والديليت. طبعا الديليت معروف، لو انا جيت على حاجه زي المش دي، الصوره اسمها المش، وجاي ديليت هيدلتها لي خالص، كنترول زد برجعها لي تاني. لو انا جيت ضغطت على المش قلت له بروبرتيز، بيفتح لي البروبرتيز بتاعتها او الاوبشنز بتاعتها. تمام، ممكن اوصل لها الاوبشن دي برضو من خلال كليك يمين واقول له بروبرتيز. عندك هنا بتختار، بتشوف بقى الصوره بتاعتك دي وتقول له الاو سموزنج، يعني اعمل لي تنعيم ليها شويه. ودي هتقراها لي على انها جيف ولا على انها بينج ولا انها جي بي جي، فانا بقول له جي بي جي. الكواليتي بتاعتك ايه؟ بقول له الكاستم خليها 50، لو انت صورة كبيرة شوية هتخليها الريزوليوشن بتاعها اعلى شوية. هنا لما صغيرة ما فيهاش مشكلة 50 انيبل، كل الكلام ده مش هتحتاجه. فانا ممكن اغير اسمها من هنا
واقول له مثلا مش وبقول له اوكي بيغير لي اسمها. لو رحت تاني ضغط وكليك يمين على بروبرتيز، او لو جيت من عند بروبرتيز من هنا بقول له ابديت. ابديت يعني ايه؟ يعني اختارها لي، اختار لي واحده واعمل لي ريبليس مكانها، او لو انا عملت تعديل عليها من بره الصوره الصغيره دي على فوتوشوب مثلا او حاجه وحفظتها على ديسكتوب ولا على فولدر بتاع الشغل بتاعك، بقول له ابديت واروح جاي واختارها تاني واروح اعمل لي ابديت ليها على طول. اوكي نفس الحكايه امبورت. امبورت دي بقى بتظهر لك دايما في الاول هي وابديت. لما باجي بختار الصورة اللي متعدل عليها وعملها امبورت، بلاقي الابديت بس هو اللي شغال معايا. ليه؟ لان هو مجرد هو قرا الباث بتاع الصورة من الفولدر اللي انت خدتها منه. مجرد ما بضغط ابديت خلاص اي تعديلات فيها بيجيبها لي على طول، تيست بيوريها لي يعني. اوكي هنا الكواليتي بتاعتها والحجم بتاعها والكلام ده كله. نفس الحكاية اختار موفي، واللي هنا الموفي ده اسمه كذا وده من نوع الموفي كليب والادفانسد بتاعه بيظهر لي الحاجات دي. طيب انا عايز اشوف الموفي بتاعي او السنس بتاعي شغال ازاي او النظام فيه ازاي. انا عندي هنا الولد ده او الرجل ده، لو ضغطت على دبل كليك بلاقي جواه حاجات كتير اوي انا حاططها في موفي واحد، والبنت دي جواها برضو حاجات كتير مكونة منها بالشكل ده، حاططها كلها في موفي كليب واحد. طيب انا عايز ادير الموضوع ده من هنا عشان اوصل على طول. انا شايف هنا حاجات كتير اوي، ومنها اول وبي جي وجي اف اكس اكاديمي والجيرل والجيرل شادو والمان والمان شادو والريد بول والحاجات دي كلها. طيب انا عايز احط ده كله في فولدر واحد بتاع الكرتون بتاع الشخصية دي ودي. اراجع عامل هنا نيو فولدر وهسميه مثلا اول كرتون. اوكي عايز احط بقى كل اللي يتخصص بالكرتون جوه الفولدر ده، لان انا عندي جي اف اكس اكاديمي مثلا وممكن يبقى عندي ساوندات جوه، هاخد الاول دي هسحبها وادخلها جوه الفولدر. كده بدأ يظهر لي ايه علامة جنب الفولدر سهم كده انا افتحه، افتح معايا هبص لاقي اول دخل جوه. اوكي ادخل دي كمان، عايز ادخل كله بقى مره واحده. يبقى كده علمت على اول واحده واخر واحده بشيفت اختارهم لي كلهم واروح جاي واخدهم كلهم كده ادخلهم جوه الفولدر. اقفل الفولدر. في حاجات تانية؟ في حاجات تانية، المان والمان شادو والجيرل والجيرل شادو والمش، وده كل ده دخل جوه الفولدر ما يهمكش. خلاص يبقى انا صنفت الفولدر ده اسمه ايه؟ الكرتون اللي هو فيه الحاجات او المكونات بتاعه الشخصيه، الرسم بتاع الشخصيه. البي جي لوحدها اوكي، الجي اف اكس اكاديمي لوحدها. ممكن اقول هنا تايتل ان انا يعني المفروض ما تبقاش عامل عشان حاجه واحده بس فولدر بس، المهم يعني انا بقول لك ازاي تعمل. لو هنا في ساوندات تكتب ساوندز، بتحط ساونداتك جوه بنفس الطريقه. وهنا البي جي لوحدها اوكي. انا لو عملت كليك يمين على اللايبرري من جوه هقول ايه؟ بيست. لو انت كنت مختار حاجه وعامل لها كوبي قول لي بيست، ولا نيو فولدر ولا نيو سيمبل ولا نيو فونت ولا نيو فيديو ولا ايه؟ شوف كده نيو فيديو اضغط عليه قول لي فيديو 1 اوكي وليكن مثلا كده.
بيعمل لي فيديو فاضي. طيب كليك يمين نيو فونت، واللي اختار الفونتات اللي عندك من هنا زي ما انت عايز. انت مختار هنا الامباكت، وقول له فونت، وقول له اوكي. شوف علامة الفونت من الفيديو، ادي علامة الفونت وادي علامة الفيديو. قول له كليك يمين نيو سيمبل، وده الكلام ده طبعا قلت لك هقوله اللي هي دي بالظبط. كليك يمين تاني، بيقول لي ايه بقى هنا؟ اكسباند اول فولدرز، تعال نضغط عليها، يعني افتح لي جميع الفولدرات اللي عندك. يبقى بدل ما اخش على فولدر فولدر، لو انا عندي مشروع كبير بعمل له ايه؟ بقول لي اكسباند اول فولدرز. عايز استورد لايبرري تانية غير دي، فبقول له هنا من قائمة فايل و import external library، وأقول له مثلا هات لي الملف ده اللي كنا شغالين عليه في محاضرة اللايرز، وأقول له أوكي. هو هنا قريب FLA، مجرد ما بقول له open بيفتح لي الملف ال FLA اللايبرري بتاعته، ممكن اخد منها حاجة واحط هنا على طول. افتح بلاقي كل حاجة، فاكر اللي هي فيها الكرتون والفيلة والحاجات دي كلها اهو. باخد اللي انا عايزه، ولكن الطائر ده مثلا طائر اهو، بروح حاطه هنا دي كده، الشجرة دي مثلا، وبقول له متشكرين انا مش عايزه. امسح امسح. ممكن كمان من خلال هنا الحته دي، خد بالك بص هنا اللايبر اللي انا لسه مدخلها دخلت لي هنا اهي. الحاجتين اللي انا اخترتهم بس، يعني الحاجات اللي انا اختارها كده وسقطها جوه الورك سبيس بتاعتي هي اللي بتنزل لي فين هنا، خليهم. ممكن امسك اي حاجه من دول واعيد استخدامها تاني، يعني بسحب كده ادخلها جوه اللاير. عايز حاجه كبيره شويه، اكبرها شويه حاجه زي دي، مش عايزها بعمل لها ديليت او كليك يمين وبقول له كات، واحطها في اي لاير تانية وابدا اشتغل. اوكي، يبقى انت ممكن تطلع حاجات من اللايبرري في اي وقت، تستخدمها في اي جزء من اعمالك، وممكن كمان تستورد ملف من بره، لايبرري من بره.